بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إلى قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا جاءهم أي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الذين يحبون التشويش على الناس ويحبون الإخلال بالأمن، فإنهم يتناقلون الأخبار والشائعات بدون تثبت، لأن غرضهم التشويش والترويع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه في الناس، وهذا أمر محرم. فإذا جاء شيء من هذه الأمور وهذه الأحداث التي فيها اشتباه، فإن الواجب أمران: الأمر الأول أن الإنسان يتثبت، فربما تكون هذه الشائعات كذب، تكون كذبا والقصد منها التشويش على الناس. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن يتثبت الإنسان: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب التثبت عن الشائعات وعن الأخبار التي تتعلق بأمن المجتمع وتتعلق بأمر العامة، فإن الواجب أن يتثبت الإنسان منها. فإذا ثبتت لديه فالأمر الثاني مما يجب أنه لا يدخل فيها، وإنما يردها إلى من يحسن الخروج منها وتخليص المسلمين من شرها. وهم فئتان: الفئة الأولى العلماء، الفئة الأولى العلماء من ناحية الحكم الشرعي، ولو ردوه إلى الرسول، فهذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته فيرجع إلى العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. فيرد إلى العلماء، إلى أهل العلم الذين يعرفون الأحكام الشرعية وينزلونها على الوقائع. والفئة الثانية أولي الأمر، وهم الولاة الأمراء الذين اشتغلوا بالسياسة وعرفوا مصادر الأمور ومواردها وكيف التخلص من هذه الحوادث وهذه الطوارئ التي تمس أمن المجتمع. فهؤلاء بعلمهم وهؤلاء بخبرتهم يتدارسون هذا الأمر العام والخطب الهام، فيصدرون فيه ما يحله ويعالجه. وأما عوام الناس فلا دخل لهم في الأمور العامة، ودخولهم فيها لا يجدي إلا الضرر والترويع وقلة العلم والإدراك. فهذه الأمور العامة والأمور المصيرية ترد إلى أهل العلم وإلى ولاة الأمور، فهم يعالجونها بما أعطاهم الله من العلم ومن التجارب. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه جواب لو أنهم
ولو ردوه، هذا جواب له، ولو ردوه أي هذا الأمر الذي هو يتعلق بالأمن أو الخوف، لو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذي لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يدرسونه ويستخلصون منه الحكم الذي يتوصلون إليه والعلاج الذي يتخذونه نحو هذا مما يكفل سلامة المجتمع المسلم من هذا الحدث المداهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا يذكر الله عباده أنه هو ولي المؤمنين، وهو الذي يحفظهم، وهو الذي يتولى أمرهم ويتفضل عليهم بحفظه ورزقه وأمنهم واستقرارهم، فهو فضل من الله عز وجل. وأعظم من ذلك الهداية، هداية القلوب، فهي فضل من الله سبحانه وتعالى. ولولا هداية الله للقلوب لا اتبع أكثر الناس عدوهم الشيطان، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من أصحاب الإيمان الراسخ والعقول النيرة، فإنهم لا ينجرفون مع الدعايات ولا مع الإشاعات، وإنما يتثبتون منها، فإذا ثبتت فإنهم يتوكلون على الله ويثبتون، ولا يكون منهم هم ولا قلق ولا خوف، لأنهم معتمدون على الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء قليل، والكثير لولا أن الله يثبتهم لا ضاعوا مع عدوهم. وقوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، سبقت الآيات في الأمر بالقتال لإعلاء كلمة الله عز وجل ونصرة دينه ودحض الكفر وإذلال الكفار، فهذا هو الغرض، ونشر الإسلام، نشر الدعوة، هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله. وهنا قال الله لنبيه: فقاتل في سبيل الله، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكلف إلا نفسك، يعني ابدأ بنفسك وابرز للقتال، بخلاف من يدعو إلى القتال وهو يجبن ويتخلف، وإنما الذي يأمر بالقتال يكون مع أول المجاهدين. وهذا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فعلى العالم وعلى ولي الأمر إذا أمر بالجهاد أن يكون هو أول من يخرج فيه ويقود الناس له، وإذا كان له عذر فإنه يقيم من ينوب عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كثيرة يقود الجيوش بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يؤمر عليها أميرا. فالحاصل أن الأمر بالجهاد متوجه إلى ولاة الأمور أول شيء، فهم الذين يقودونه ويخرجون فيه إلا إذا عرض لهم عارض أو عذر وكان بقاؤهم أهم من الخروج، فإنهم يؤمرون من يقود الجيوش إلى القتال. لا تكلف إلا نفسك. ثم قال: وحرض المؤمنين على القتال. فأنت تبدأ بنفسك ثم تحرض المؤمنين على القتال، تحثهم
وترغبهم فيه، ولا تقتصر على نفسك فقط، بل إنك تحث على الجهاد وتدعو إليه. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.